الله مشاهدينا وصلنا مع فقرتنا الأخيرة، ودائما نرمين الحرف اليدوية الدمشقية القديمة إلى جزء كبير بحصتنا الصباحية. صحيحة نور، إلى حصة كبيرة، ورح نحكي ضمن مساحتنا لليوم عن حرفة مهمة كتير هي الحفر على الخشب. مساحة إبداعية صارت معنا بالاستوديو، أكيد بيسعدنا نرحب بالحرفي الأستاذ عدنان الفيومي لنحكي أكثر عن الحفر على الخشب. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعني جيت وأدخلت هيك على الاستديو لمسة خاصة مع القطع الموجودة، فينا نقول الرسم أو النقش على الخشب هو حرفة يدوية دمشقية قديمة، ولا زال يعني ضمن الحرب والظروف الاستثنائية والصعبة عم تحاولوا تحافظوا عليها. بالبداية خلينا نحكي عن هي الحرفة وعن عمرها وفعليا تمسكك فيها رغم كل الظروف، لأنه اليوم نشوف الحرف مش مثل سابقا، يعني متعبة بالشغل، الكلفة كانت قبل أقل، اليوم في تفاصيل كتير يمكن الناس ما بتعرفها. الحمد لله رب العالمين، خالق الجمال ومنشئ البهاء وصانع التكوين، قائل في كتابه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالتمتع بالجمال زينة خلق الله تعالى للإنسان. ونحكي على الحرفة، هي حرفة الزغرفة الإسلامية، هي عبارة عن تطلق على التصاميم الهندسية الدقيقة والنقوش النباتية ذات الالتواءات المتقاطعة والمتوازنة. نعم، عم نشوف معنا بالاستديو قطع كتير حلوة، وأيضا النقوشات هي عم تكون مختلفة. خلينا نعرف أكثر المشاهدين على أنواع الحفر والنقش المستخدم. بدأ الزغرفة في العهد الأموي، في السلسلة الأول من العهد الأموي. الخيط العربي اللي هو عندك الخيط العربي، هي شو بنسميها؟ هي شكل مسمى بالخيط العربي مصدف. الخيط العربي هيدا هو عبارة عن قضبان متشابكة متقاطعة برسمات هندسية. ننزل فيها الصدف والأصدير. نعم، وكمان عم نشوف الأحجام عم بتكون مختلفة. خلينا نحن بنعرف الحفر على الخشب نور، لما نروح على الشام القديمة هي شيء من تراثنا عم بيكون، وفي قطع دائما بنشوفها كنا ببيت الجدات ولهلأ موجودة. خلينا نحكي عن أبرز أشكال الصناديق أو التحف اللي عم تشتغلوها. هلا الخيط العربي أو الصناديق المجوهرات أو العلب دخل الخيط العربي في البيوت القديمة، في القصور، في الكنائس، في المساجد، وما وقف عن ذلك. دخل بالعلب المجوهرات، دخل بالشغلات التذكارية بأشكال هندسية وأشكال نباتية. فكان في عنا الحفر في العهد الأموي، كان عنا الحفر الأموي والحفر العباسي والحفر الفاطمي والحفر الأيوبي. طيب خلينا نحكي عن معك كثير من القطع اذا فينا نشوفهم. هيدا صندوق، نحكي عن انواع الحفر على الخشب. كنا عم نحكي هذا الخط العربي، هذا الخط العربي، هذا الخط، هيدا هذا هذا الحفر الفاطمي، اشكال نباتيه، باشكال نباتيه. فيك ترفعها بس مشان ناخذها على الكاميرا. تمام، باشكال نباتيه. هيك خليها. تمام. هذا الحفر الفاطمي، تمام، محفور حفر يدوي ومنزل فيه الصدف البحري. هذا كله شغل يدوي، هذا كله شغل يدوي، الحفر كله شغل يدوي، كله شغل يدوي. هيك قطعة قديش بتاخذ منك وقت يعني مع تلبيس صدف؟ هلا مثل هي القطعة بدها تقريبا شيء 20 يوم، 20 يوم حفر. هذا من خشب الجوز، هي مصنوعة من خشب الجوز. نعم، وفي عندنا الحفر الايسري كمان، كمان من حفر، كمان من خشب الجوز. نعم، هذا حفر شو اسمه؟ الايسري، القيصري. ايوه، هذا في نهايه الدوله البيزنطيه وبدايه العهد الاموي كان هذا الحفر. نعم،
حتى عم نشوف الالوان عم تختلف، هي نتيجه اختلاف الخشب يمكن. طبعا هلا الخشب خشب الجوز بيجي الوانه متفاوته. نحن بنعمل له عمليه برداخ، عمليه توحيد لون، بنعطيه اللون الفاتح، اللون الغامق، يعني حتى يكون عندنا لوحه فنيه متكامله، لوحه فنيه جميله. حلوين كثير هن الحرف، الحفر على الخشب متعب يمكن وبيحتاج مجهود، في انواع كثير، معك عده انواع، خلينا بس هي نرفعها على الكاميرا ونحكي عنها. هلا هاي هي الحفر، هي الحفر العباسي. تمام، يتميز انه ما له ارضيه. هلا الحفر الفاطمي له ارضيه، الحفر العباسي ما له ارضيه. هلا نحن عندنا الحفر عده اساليب، له عده اساليب وعصور، وعصور. يعني انت بتحكي هلا عندنا الحفر العميق، والحفر الغائر، والحفر السطحي، والتفريغ والتجويف، هذا كل انواع من الحفر اللي بنحفر فيه. الحفر الفاطمي او الحفر العباسي او الحفر المملوكي. نعم، خلينا نحكي الاجيال الجديده، اكيد حضرتكم بتحرصوا انه ما تموت هي الحرفه، اللي حابب يتعلم هي الحرفه، اول شيء شو المواصفات اللي لازم يتمتع فيها؟ قديش بده وقت لحتى يكون على درايه بكل هي الانواع من الحفر؟ هلا اللي بده يتعلم هي الحرفه لازم يكون عنده الصبر. اول شيء يكون عنده الصبر وطولة البال. وطولة لما البال. تحكي قطعه بدها 20 يوم يعني متعب ومجهود. طبعا يعني بده يكون عنده صبر وطولة بال، يكون عنده صدق بالحرفه هي، لانه بدها صدق مشان انت تتجلى شخصيتك بالقطعه هي. يعني انت وقت تحملي القطعه هي وتطلعي فيها بتحسي فيها روح عم تحاكيها وتحاكيكي. هلا غير قطعه المكنه، هلا بتختلف هي القطعه، اذا بتحفريها على مكنه بتنحفر على اماكنات بس ما بتطلع بنفس الروح، لا بتطلع بنفس حتى الجماليه والبحر. ولا الجماليه ولا الروح. بس الجميل بحكيك اليوم لما نحكي عن حرفه عم تحكي هي عن شخصيتك، هي علاقه حب، يمكن شو بتشوف بالحرفه اللي تبقى مع هيك مع الحرفه يعني تحافظ عليها متمسك فيها؟ ما عم نشوف بعض يعني هذا موجود، يعني بنلاقي الحرفي عم يحافظ عليه، عم يحاول يورثه لابنه لانه عم يخاف تندثر هي الحرفه، متمسك فيها كانه جزء من عائلته اليوم. طبعا هذا الطابع الاصيل، الطابع اللي هو هويتنا، هويه الشعوب العربيه، هذا الطابع جزء من التراث، جزء من تراثنا، هذا ارث الاجداد لازم نحافظ عليه ونعلمه لاولادنا. بدك تورثه لابنك؟ طبعا، انه لانه انا ورثتها من ابي، ورثتها من شيوخ الكار، كمان لازم نحن نورثها ونحافظ عليها، ومو اي انسان بيقدر يشتغل فيها ولا اي انسان بيقدر ياخذها. هلا هذا الفن. نعم، خلينا نحكي عن مشاركاتكم بالمعارض، شو كان اخرها؟ واذا في شيء بالمستقبل عم يتحضر؟ نحن اشتركنا بمعرض بمركز الثقافي برمانه، وكان له انطباع كبير كثير، والحمد لله يعني كان له يعني لوحه ذات جمال، وكان الزوار كثير مبسوطين بالمعرض اللي ساويناه. نزلنا فيه نحن الخيط العربي بكل اصنافه، بكل الاضافات الجديده اضفناها على المصلحه. نزلنا تنزيل الليمون مع الليمون مع الجوز، تنزيل الصدف، تنزيل القصدير، تطعيم الجوز مع الخشب المستورد، حطينا اضافات بس ضمن الطابع الاصيل القديم التراث للتراث، مشان يضل ضمن الاصاله ما طلعنا عنه. وحطينا الحفر العباسي، الحفر الاموي، الحفر العباسي، يعني ضمن العصور كلها حطيناها بالمعرض هذا، استعراض لكل المراحل الحضاره. طيب خلينا نحكي بالختام خطواتك القادمه شو، وبدنا نوجه كمان كلمه لكل الحرفيين السوريين. نحن شفنا يمكن خلال 10 سنوات من الحرب استهداف اساسا للتراث والحضاره السوريه، وكثير من الحرفيين هجروا من مناطقهم، لكن حاول التمسك بهي الحرفه لانه جزء من التراث والحفاظ عليها واستمروا فيها. بنشكر
نشكر السيد ناجي حبي رئيس الاتحاد اللي اهتم بهذا المعرض وعمل تسهيلات، ونشكر وزيرة الثقافة لبانة المشوه واللي اهتمت وشجعتنا على هذا المعرض، ونشكر المقيمين عليه منهم الأستاذ خالد الفياض وأستاذ عمار النهار كانوا مشجعين لنا، وإن شاء الله مو هذا المعرض آخر معرض، إن معارض كثير إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا لكل المساحة الجمالية يلي قدمتها، وأكيد بدنا نضم صوتنا لصوتك لكل المعنيين تقديم التسهيلات ليضلوا حرفيين قادرين يشتغلوا رغم أصعب الظروف. شكرا كثير لك لوجودك معنا. أكيد بدنا نشكرك ونوجه تحية لكل الحرفيين السوريين، ونوجه دائما رسالة لكل المعنيين والجهات المعنية وغير المعنية لدعم ضم يمكن واحتضان كل الحرفيين السوريين للاستمرار بالحرف الدمشقية السورية القديمة والحفاظ عليها، لأنه هي جزء من هويتنا وتراثنا. شكرا كثير. طبعا شكرا لك.